دبيليج رئيس فدرالية وكالة كراء السيارات بدون سائق في المغرب. اليوم الفدرالية كتنظم الجمع العام العادي ديالها هو سنوي بعد تلاوة تقريري الأدبي والمالي تم الموافقة عليه بالإجماع، كما أنه تم مناقشة بعض النقاط اللي كانت في 2023 وبعض المشاريع المستقبلية في 2024، منهم وضع علامة فلاسكام. هذه العلامة هذه كتعطيها فلاسكام واحد مستأجر السيارات، واحد الفئة اللي معروفين بالجدية وبالقوة التنافسية ديالهم. تم وضع 161 طلب من أجل أخذ العلامة فلاسكام، وتم الإعطاء ديال 65 شركة على الصعيد الوطني. كما أنه تم موافقة على واحد المشروع كبير يهدف إلى وضع واحد العدد من محطات الشحن للسيارات الكهربائية. كما كنعرفوا أن قطاع السيارات عامة في العالم كيعرف واحد التغيير تكنولوجي، أن العديد من الشركات عيوليو العديد من الشركات تصنع السيارات عيوليو يصنعوا سيارات كهربائية. إذن حنايا في خطوة استباقية ديال فلاسكام غنمكنوا وكالات كراء السيارات باش يكون عندهم محطات الشحن من أجل إعطاء واحد المنتوج للسياح والغير المقيمين، منتوج اللي يبغى سيارة كهربائية أو سيارة هجينة أو سيارة اقتصادية أو سيارة فارهة. معكم أسيدي عمر شنوكي، المدير الجهوي ديال لي سيكورسال إم جي. تنتواجدوا هنا في ليفينمون ديال فلاسكام هنا بالهيلتون إن غاردن بالدار البيضاء، وتنشكركم على الاستضافة. لا مارك إم جي هي ماركة تبارك الله عندها أكثر من 100 عام. هادي دابا هنا في المغرب دخلت تقريبا هادي واحد العام ان شاء الله، وحنا معروفين بيان بالسيارات الكهربائيه، السيارات الهجينه والسيارات ديال تيرميك ديال ليسونس. المشاركه ديالكم المشاركه ديالنا، حنا سبونسور اوفيسيال مع لا فلاسكام، دونك ساهمنا معاهم هنا، تشوفوا بريزونت هنا في الصون ديالنا، والسيارات اللي بيان سور اللي عندنا لتحت اكسبوزي. هذه المشاركه غتكون غتطور الحمد لله. عندنا الزبناء ديالنا بزاف ديال من الفيدراليه تاع لا فلاسكام، وبزاف ديال الناس تاقوا فينا وخذوا معنا السيارات، منهم بلا ما نسميهم ولكن بزاف ديال الناس، منهم البريزيدونيت ديال لا فلاسكام تاق فينا سي طارق دبيليج. دونك والحمد لله ان شاء الله هذه الفرصه تكون فرصه ديال مشاركه طويله مع ان شاء الله الفيدراليه، ومع بيان سور الناس ديال السيارات ديال الكراء ديال السيارات هنا بالدار البيضاء وبالنواحي اللي خارج الدار البيضاء ان شاء الله على نيفو ناسيونال. يعني بنظركم هذه تكون كشركه خطوه ايجابيه شراب يعني الكاس ديال العالم الزائره غير بالسيارات؟ نعم، هي فرصه بيان سور فرصه ايجابيه باش نعرفوا البرودوي ديالنا الحمد لله، والناس يثقوا فينا بيان سور، وان شاء الله المبيعات ديالنا يكثروا ان شاء الله باذن الله. شكرا. رشيد بوغلم الكاتب العام لفيدراليه وكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب. اليوم الحمد لله تنظم الجمع العام العادي السنوي ديال الفيدراليه اللي حضروه جمعيات جهويه وشركات منخرطه في الفيدراليه لا فلاسكام. هاد الشركات اللي الحمد لله والجمعيات فصوتنا على التقريرين الادبي والمالي بالاجماع. هاد الشركات اللي جاوا باش يتلاقاو مع يعني الشركاء ديال الفيدراليه المستوردين والصناع ديال بعض السيارات اللي جاوا قدموا اخر المستجدات بالنسبه للسيارات ديالهم. ايضا كما كتعرفوا فكاينه واحد السياره الكهربائيه الجديده اللي يعني حديث العالم، جاوا هاد الشركاء باش يقدموا الايجابيات ديال الاستعمال ديالها من اجل يعني واحد الطاقه اللي هي غادي تكون نظيفه. كما كتعرفوا بلادنا الحمد لله يعني مقبله على تنظيم يعني تظاهرات عالميه ككاس افريقيا وكاس العالم في سنه 2030، ووكالات السيارات كتكون يعني هي المستقبل الاول ديال السياح الاجانب، فخصنا نقدموا لهم يعني واحد المنتوج اللي هو جيد، واحد المنتوج اللي هو نظيف، باش اننا نعطيو واحد الصوره ايجابيه ديال بلادنا. شكرا.